اهلا بكم مشاهدينا، بنوجه لكم التحيه في الجزء الثاني من احداث النهار. يسعدني ان اكون معكم خلال هذه الساعه القادمه حتى تمام الثالثه باذن الله. معكم مروه الشبراوي، وزي ما اشار الزميل هاني في الفتره الاولى من احداث النهار ان معكم في هذه الساعه الحديث عن ملف في اهم او في غايه الاهميه لكل المصريين، وهو ملف السياحه. السياحه يمكن للاسف عانت كثيرا او بتكون من اكثر القطاعات تاثرا باي احداث بتمر بها البلاد. يمكن كلنا بنحلم اننا نستعيد او تستعيد السياحه عافيتها وترجع زي الاول واحسن باذن الله. يعني دائما او الجميع حينما يذكر السياحه بعائداتها الاقتصاديه بيقال انها قاطره الاقتصاد الوطني. قاطره يعني بتنقلنا للامام، وهذا القطاع في حاجه شديده انه يتخذ المزيد من الخطوات الى الامام، لانه عامل او احد اهم موارد الدخل القومي والعمله الصعبه اللي يمكن فيها يعني الكثير من المشكلات الان. الجديد في ملف السياحه اللي خلانا نخصص لهذه الفتره او لهذا الملف هو استقبال مطار القاهره، عفوا مطار شرم الشيخ، ل 180 سائح بولندي على متن اول طائره شارتر بعد توقف حركه الطيران منذ حادث تحطم الطائره الروسيه في اكتوبر الماضي. وكمان يعني متوقع بعد هذه البداية أنه بيتبع هذه الرحلة رحلات أخرى بعدد آخر من السياح أيضا، ومعدل رحلة واحدة كل أسبوع. ربنا يعني يسهل قطاع السياحة بإذن الله، ويحدث بهذا التقدم المزيد بما يخدم هذا القطاع. خبر كمان يعني يمكن تمت الإشارة إليه، وإن هو إن القاهرة بيزورها حاليا وفد برلماني أفريقي، هيتوجه غدا لشرم الشيخ عشان يتفقد الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الأفريقي هناك في شهر أكتوبر القادم. ده برضو كمان يعني يعتبر خبر جديد ومبشر. كلنا بنستنى يمكن الأخبار اللي تساعد هذا القطاع بعد المعاناة اللي عناها عشان يحدث فيه التقدم كما أشرنا. كل ده كمان في يمكن خبر شديد الأهمية، وهو قرار جمهوري أصدره الرئيس السيسي بالأمس بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة الجمهورية. للمزيد عن هذا الملف، لما عناه قطاع السياحة، لما يأمله قطاع السياحة أن يحدث من البرلمان، من وزارة السياحة، من كل الوزارات المعنية، من تضافر للجهود لإحداث المزيد من التقدم في هذا القطاع، معنا في هذه الفترة الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا بحضرتك. اسمح لي يعني بعض النقاط يمكن ذكرناها في المقدمة، منها الأخبار المبشرة لهذا القطاع. أنت كأحد العاملين بهذا القطاع، ايه اكتر هذه الاخبار بتراها يعني اكثر مساسا بهذا القطاع وانها هتفيدني في القريب العاجل؟ هو بصراحه كلهم مهمين جدا، عظيم، بتزداد اهميتهم في القرار الجمهوري اللي هو ان الرئيس السيسي اصدر قرار باعاده تشكيل المجلس الاعلى للسياحه، لان السياحه عندنا في مصر صناعة قوية جدا، وهي اللي كانت بتزود الناتج القومي وطبعا تدر دخل بالعملة الصعبة لمصر. فالقرار ده مع تشكيل عدد كبير جدا من الوزارات ويتضافروا جميعا مع بعض في حل كافة المشكلات السياحية، وهيئة التنشيط السياحي ورئيس الدولة على رأس هذا المجلس الأعلى، طبعا له تأثير كبير في قطاع السياحة وعلى المستوى الدولي وعلى مستوى كل الدول، لأن ده بيرأسه رئيس الدولة. فده طبعا بيجي في الأهمية. بيجي في الأهمية اللي بعديها طبعا اللي هو بداية أن هيبقى في مؤتمر كبير، يعني سواء المؤتمر الكبير الأفريقي، أن دول أفريقيا وأعضاء البرلمان الأفريقي مع أعضاء البرلمان المصري برئيس برلمان أفريقي أو في جنوب أفريقيا عملوا اجتماع واقنعوا او قدروا يوصلوا لنتيجه ان يتعمل المؤتمر ده في شرم الشيخ، فده بيدل على نسبه اقتناع افريقيا تماما بنسبه الامان الموجوده في مصر، بان مصر هترجع لسابق عهدها، وبالذات شرم الشيخ في سياحه المؤتمرات اللي احنا يعني قبل
ما تحصل الأحداث السياسية اللي فاتت في خلال الست سنوات، هنقول ست سنوات بقى أو 5 سنين ونص، كانت دايما شرم الشيخ مقر كبير جدا لسياحة المؤتمرات، المؤتمرات الدولية بكل أشكالها غير المؤتمرات العادية والمؤتمرات الطبية وغيره، ولكن ده مهم جدا. وطبعا وصول الشارتر دي نقطة مهمة جدا بالذات من أوروبا الشرقية، لأن طبعا روسيا تعتبر أوروبا الشرقية، أوكرانيا، بولندا، أي دولة من دول أوروبا الشرقية لما يوصل شارتر زي ده لشرم الشيخ، فده معناه أن إحنا وصلنا للمقاييس العالمية في تأمين مطاراتنا بالشكل المطلوب، وعلى أساسه ابتدت الدول وأوروبا الشرقية بالذات تنزل الطيران بتاعها، ودي ممتازة. لأن أنا قريت برضو ودي بكررها تاني، كان في رئيس أوكرانيا صرح، أنا آسف، سفير أوكرانيا في مصر صرح إن هيبتدي من أول أكتوبر نزول 60 طيارة شارتر أسبوعيا، ده رقم كبير وده كويس جدا، من أول أكتوبر أسبوعيا، فده معناه وعلى شرم الشيخ والغردقة، لأن أوروبا الشرقية بتميل أكتر لسياحة الشواطئ وسياحة الدايفنج وكده، مش السياحة الثقافية على عكس أوروبا الغربية. طيب دكتور حسام محرج، ذكرت الكثير من النقاط اللي هتكون في حاجة إلى المزيد من التفصيل، خلينا نبدأ من النقطة المتعلقة بالمجلس الأعلى للسياحة اللي هيكون تابع لرئاسة الجمهورية. إيه النقاط اللي يجب أن يتولاها هذا المجلس عشان تخدم قطاع السياحة بشكل كبير؟ هو الحقيقة طبعا على رأس المجلس احنا قلنا السيد الرئيس، في طبعا كافة الوزارات بما فيهم وزارة السياحة، وزارة وفي المخابرات والرقابة الإدارية، وزارة التنمية، وزارة التخطيط، يعني كذا وزارة، وفي رئيس اتحاد غرف شركات السياحة مدام نور علي حاليا، دي خبرة كبيرة جدا من 50 امرأة في مصر كان ليها تأثير في الاقتصاد في 2015، يعني الاقتصاد القومي بانها جلبت افواج سياحيه كثيره لمصر، فدي طبعا ذات خبره كبيره جدا على رأي، وانا عايز اقول مش هي فقط، انا بقول اللي بيمثلنا دلوقتي كرئيس اتحاد، وكان قبليها الاستاذ الهام زياد برضو كان خبره، وفي كثير من القطاعات بس خبراتهم لان دول يعتبروا طبعا اساتذتنا، احنا لسه الجيل اللي طالع اللي بقاله مش كتير يعني 25 سنه في السياحه، بس هم خبراتهم كبيره جدا اكتر، فلازم الواحد يكون عارف الناس دي ليها بالك وباع كبير في التسويق السياحي وفي جلب افواج سياحيه او جلب مجموعات سياحيه وارقام بمئات الالوف الى مصر. فتضافر جهود الوزارات والهيئات الحكوميه مع اتحاد غرف شركات السياحه مع وجود دايما حل لكل العقبات والمفروض ان المجلس ده بيجتمع كل 6 شهور، بالاضافه الى تضافر الجهود حتى مع وزاره السياحه او وزاره الطيران مع بعض لايجاد حلول ايجابيه في عمل طيران شارتر من الدول المختلفه بديل عن طيران الشارتر الدول الاجنبيه الى مصر، هيحل هذه المشكلات. اهم ما في هذا الموضوع بعد تشكيل المجلس وغيره أهم حاجة من وجهة نظري التسويق السياحي. التسويق بشتى الطرق، التسويق ده علم، تسويق مصر، تسويق مصر بكل مناطقها. احنا يعني هي تنشيط السياحة بتقوم بجزء في الدور ده، ولا الدولة بكل المعنيين بهذا الملف يمكن عندهم قصور في أداء يعني هذا التسويق لمصر بالخارج؟ هو احنا عندنا لغاية فترات فاتت عندنا تسويق سياحي من هيئة تنشيط السياحة بس بطرق تقليدية. احنا عايزين الطرق المستحدثة، عايزين افكار خارج الصندوق زي ما بنقول. انا محتاج قناة اعلامية تبقى يعني موجودة في كل دول العالم تنقلي بالتصوير السياحة في مصر، محتاج فكرة زي كده؟ محتاجين قناة عالمية، او لو مفيش امكانية لوجود قناة عالمية يبقى في تنشيط سياحة عن طريق قنوات دولية بنقدر ندفع من خلالها إعلانات مدفوعة عن مصر حتى لو 3-5 دقائق كل يوم على مستوى العالم، بس طبعا تكون قناة عالمية، ودي بيتولاها شركات اللي هي التسويق العالمية اللي بتتعاقد معها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة. التسويق من خلال زي ما قلنا السوشيال ميديا، الفيسبوك، التويتر، الانستجرام، اليوتيوب، كل دي القنوات دي لازم هي الفترة أو المرحلة القادمة، الانترنت وجوجل وغيره
لازم يبقى لينا الريادة في التسويق لمصر في هذا المجال. حملة هي دي مصر كان ليها يعني تأثير ولا كانت محلية أكتر؟ This is Egypt. لا يعني كان ليها تأثير بسيط، بس ما نقدرش نقول، أصل هو الموضوع السياحة سياسة والسياسة سياحة يعني، فبتتضافر فيها جهود كبيرة من هنا، بس الموضوع بيبقى سياسي أكتر حسب توجه المصالح مع مصر. فنتيجة توجه المصالح ده بنقدر نعرف إذا كان ده المؤشر أو الميزان، هنقدر نجيب سياحة ولا لا. يعني دلوقتي في الأزمة مع إيطاليا انفرجت مثلا، بقى في إن إيطاليا وطلعوا في البرلمان الإيطالي اتحلت المشكلة أو قالوا إن مصر كذا أمينة وبيوجهوا السياح، فده اتجاه سياسي بيوجه السياحة والاستثمارات والاقتصاد في مصر. الجهود الحكومية واجتماع الوزراء والهيئات الحكومية من أجل السياحة كويس، بس دايما احنا بنشوف ان يبقى لازم في حل. يعني ايه؟ لو في إدارة أزمة، إدارة الأزمة دي مهمة جدا، لو تصدرت مشكلات معينة لازم يبقى في إدارة أزمة بطرق سليمة وإدارة أزمة بحيث انها تؤدي الى دوران رأس المال، ودوران رأس المال ده بيجي من بره نتيجة دخول السائح الأجنبي مصر، فبيجيب العملة الصعبة فبيؤدي الى تدفقات نقدية فبترفع سعر الجنيه. أنا عندي إدارة أزمة، يعني يمكن القطاع مر بأزمات بعد حادث الطائرة مثلا، شفت إدارة الأزمة دي إزاي؟ هي إدارة أزمات مؤقتة. يعني لما نتكلم عن مبادرة مصر في قلوبنا، هي إدارة أزمة مؤقتة أدت إلى سياحة داخلية. كان واجب في إدارة الأزمة إن احنا نشوف المشكلة أساسها إيه، سياسي أمني سياحي تسويقي، هيجي في الثالث مرحلة. لو هو سياسي وأمني تتحل المشكلة دي سياسيا، أمنيا بنوصل للمقاييس المطلوبة في المطارات بتاعتنا، بيجي بقى التسويق السياحي وتسويق مصر. يعني هقول لحضرتك حاجة، في زي ما قلنا في دول بتقدر تسوق نفسها سياحيا كويس جدا، هو ده اللي أنا أقصد بيه. يعني في بعض الدول بتسوق نفسها سياحيا وما عندهاش نفس إمكانياتنا السياحية، لا المقومات السياحية مش الإمكانيات، أصل في الإمكانيات ممكن يشغل الشق المادي، المقومات والعناصر. لا مصر يعني عندنا مقومات وعناصر كتيرة جدا، وعندنا كفاءات كتيرة جدا حتى في السياحة الثقافية أو السياحة ولكن أنا بتكلم على التسويق السياحي. يعني لازم نسوق بالطرق الحديثة، نقدر نقنع العالم كله أنه يجي مصر. طب حضرتك ازاي يعني، حضرتك موجود في هذا القطاع، تعاملت مع من لهم الباع الكبير في خدمة هذا القطاع، نعمل ايه عشان طيب اوصل لنقطة انا عندي زي ما حضرتك قلت مقومات، عايز تسويق، انا عندي ازمة في التسويق، اعمل ايه؟ اعمل مثلا مسلسلات في اماكن في مصر تبينها زي ما حصل في تركيا مثلا وزادت السياحة عندها بسبب مسلسل. طيب ايه تاني من الافكار؟ نمسك حاجه حاجه. هنمسك الشق الدعائي والاعلاني. عايزين بقى المسلسلات تبقى ما فيش داعي للبلطجه للاسف والحاجات اللي هي دي. عايزين احسن مناطق في مصر ايا كانت بقى، مناطق فقيره او مناطق غنيه، مناطق اثريه او غيره. هو ده اللي تبقى في كل مسلسلاتنا وافلامنا، مش لازم نظهر بقى يعني الفيلم، اصل هو ده بيبقى كوميرشال اللي بيحصل ده، فده بيأثر كنوع دعائي يعني. خلاص السياحه بتاعتنا هنتكلم عنها بعد كده، السياحه الداخليه. السياحه الداخليه دي مهمه جدا، بس في بعض سلوكيات من الافراد سائت وبيقولوا السيئه بتعم والحسنه بتخص. فهنتكلم عن ان الناس اللي هي ما عندهاش ثقافه لازم المشرف على الرحله او الشركه اللي مطلعه الرحله تديله بيانات كامله عن هو المفروض يطلب يعمل ايه، والمفروض على السائح المصري في السياحه الداخليه ينفذ التعليمات، ما يعتبرهاش امر ولكن يعني ما ينزلش بملابس كذا، ما يعملش كذا، لا كل حاجه. ده بيدي صوره. السائح بقى نفسه اللي هو مطلوب منه، وانا بقول لحضرتك وقلت الكلام ده قبل كده، مطلوب ان السائح يجمل مصر بصور سيلفي. يعني كل شعب ياخد صور سيلفي، خد الصور السيلفي مع احسن منطقه انت فيها وقاعد فيها ونزلها يا سيدي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وعلى نزل. صور فيلم صغير حلو عن مصر، عن المنطقه اللي انت فيها ونزله على اليوتيوب. اعمل يعني
يعني اعمل دعايه بنفسك، مش هتكلفك شيء، ده انت بتنزل الحاجات دي ده بالموبايل بتاعك حتى لو كده، واعمل الحاجات دي. ده بالنسبه للشق ده اللي هو احنا اتكلمنا على الشق الداخلي وشق الدعايه او نقل صوره خارجيه للخارج عن طريق المواطن وعن طريق الاعلام اللي هو المسلسلات والتلفزيون. هنيجي بقى للتسويق العلمي اللي هو ان احنا بنتكلم عن شركات مالتي ناشونال، غير طبعا اللي بتقوم به شركات القطاع الخاص والفنادق وشركات السياحه زينا او وغرفه شركات سياحه، غير هيئه تنشيط السياحه. هيئه التنشيط السياحي هيئه حكوميه ليها مقومات معينه وليها دخل معين وليها ايرادات ومصروفات بتقدر تصرف منها على التنشيط السياحي. التنشيط السياحي بقى لازم وهم بيبذلوا مجهود، بس احنا بنقول نواكب بره. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، التنشيط السياحي والتسويق السياحي، انا في دول رائده في السياحه زي فرنسا مثلا، انا اكتر من عدد السكان بيجي سياح لفرنسا، نطبق الخطط بتاعتها التسويقيه، مش عيب ان احنا ناخد منها، مش عيب ان احنا نقتبس منها. في دول قلدتها في الشرق الاوسط ونجحت في الموضوع ده وبقت تدخل عدد سياح رهيب. بالاضافه طبعا هنتكلم بعد كده على الامن، انا بتكلم على التسويق. ازاي ان انا اقدر ادير الازمه بسرعه ولو في مشكله اوجه العالم كله بعيد عن هذه المشكلة. طيب اسمح لي دكتور حسام، يعني في لازلنا نتحدث عن نقطة التسويق وكيفية العمل الجاد بداخلها على جميع الملفات عشان أحدث تقدم فيها، ولكن اسمح لنا أن نشاهد يعني تقرير عن السياحة في مصر في مختلف المناطق، الغردقة شرم الشيخ، نشاهد هذا التقرير ثم نعود ونتواصل مع الحوار معكم مشاهدينا وأيضا مع دكتور حسام هزاع. نشاهد التقرير ثم نعود. وكأن هبوط طائراتهم هنا بمطار شرم الشيخ حملة دعم سياحي مصر أحوج ما تكون إليها، فيستقبل المطار أول طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 180 راكباً بعد انقطاع دام 10 شهور منذ حادث الطائرة الروسية أواخر أكتوبر الماضي. بولندا واحدة من أكبر الدول التي يفد سائحوها إلى مصر وتحديداً إلى شرم الشيخ، ففي عام 2014 وصل عددهم إلى ما يقرب من 106,000 سائح وسائحة، فهؤلاء السياح مصممون على المضي في طريقهم إلى السعادة والاستجمام في مدينة السلام. وقبل أن تحط طائرة بولندا على أرض مطار شرم الشيخ، كان قرار الرئاسة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يختص باقتراح السياسات المطلوبة لتنشيط حركة السياحة في مصر وكذلك حل المشكلات. اتجاه واضح للدولة نحو تنشيط السياحة باعتبارها من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد مصر، فتتجه الحملات للخارج برسالة واضحة: مصر بلد الأمان وشرم الشيخ آمنة تماماً. وبالتوازي مع تلك الحملات اتجهت أخرى نحو الداخل بتنشيط السياحة الداخلية، وجه آخر للسياحة بمدينة السلام حيث المؤتمرات، فتستقبل شرم الشيخ وفد البرلمان الإفريقي لتفقد الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الإفريقي في شهر أكتوبر المقبل، فلطالما نظمت المدينة مؤتمرات دولية ناجحة من مؤتمر اقتصادي إلى استضافة القمة العربية 26 ومؤتمر الكوميسا الإفريقي، وأخيراً اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء. ومع كل مؤتمر تثبت المدينة جدارتها في نجاحه بتنظيم وسلام وشكل يشرف مصر، لتظل أنوار شرم الشيخ مضاءة لن تنطفئ، فادخلوها بسلام آمنين. آية عبد العزيز، أحداث النهار. يعني يمكن صورة شاهدناها في التقرير عايزين نشوفها كتير لأماكن كتيرة، عايزين نشوف فيها هذه النوعية من السياح المختلفة. طيب أنا هسأل حضرتك بقى، أنا جاي على الدور، تفضل. الصورة المنقولة دي للعالم الخارجي ولا لينا داخل مصر؟ هي لينا داخل مصر، يبقى احنا عايزين بقى خارج نخرج بره. يعني لازم الصورة دي تتنقل خارج مصر من خلال قنوات التلفزيون. يبقى أنا دي النقطة، مش عايز اتكلم دايما ان انا عندنا وصول، طيب بس ده احنا مع بعضينا يعني داخل مصر، انا عايز لا كل العالم يشوف ده. طب اسمح لي اقول لحضرتك حاجه في هذه النقطه، او هستفسر حضرتك
كونك خبير في هذا المجال. على السوشيال ميديا مؤخرا يمكن انتشرت الكثير من الصور اللي يمكن بتنتقد سلوكيات المصريين زي ما حضرتك ذكرت في شرم الشيخ او الغردقه او غيرها. البعض انتقد الانتقاد، قال من حقهم ان هم يستمتعوا، والبعض الاخر يعني يمكن فند الموضوع باكثر عقلانيه بان الصور دي لما تتنقل بره ده هيقلل تقييم هذه المدن سياحيا عالميا. هو انا عايز اقول على حاجه، طبعا ما ننساش ان احنا لينا اعداء واعداء النجاح كمان، يعني وفي دول اعداء لينا بتحاول تشوه صورتنا ايا كان بقى، لان يعني السوشيال ميديا برضو فيها الكويس وفيها الوحش. وانا بؤمن بنظريه المؤامره، بس المهم ان انا المؤامره دي موجوده عليا، ولكن انا اقدر اسد في مكان. يعني حتى هنذكر على سبيل المثال الحرب البارده بين الدول العظمى، ما هي موجوده، ما هي دي مؤامرات، بس هم بيقدروا يتعاملوا مع بعض. احنا في علينا مؤامره، ان احنا برضو دوله قويه، بس في علينا تكتل، فبيحصل في دول بتحاول تاخد تجذب السياح تبعدها عن مصر، في احنا النقطه الميديا برضو مطلوب ان احنا بنتكلم عن البحر الاحمر لوحده، بنتكلم عن القاهره لوحدها، بنتكلم عن الاقصر واسوان لوحدها، كنوع، انا هاجي للنقطه دي بتاعت حضرتك، كنوع من التسويق. الغردقه شرم الشيخ لوحدها، عايز بقى الحته بتاعت الارهاب اللي في العريش دي، بنحارب الارهاب، يعني احنا الكلمه دي بتيجي على كل مصر. فاحنا عايزين ايه؟ ان احنا دي حته صغيره موجوده في مصر فيها مشاكل، المشاكل دي ما بين مثلا الجيش والشرطه والارهابيين، لا تهول بالدرجه اللي تاثر على ملف السياح. بالظبط. ليه بقى؟ لان انا مش عايز ان انا كل شويه اجيب سيره ان انا بحارب الارهاب. دي يعني ايه؟ خلينا بس في النقطه دي، يعني دي لازم بنتعامل مع هذا الملف، وتم كذا بنتعامل، الشرطه قامت بالتعامل مع هذا الملف، الجيش قام بالتعامل مع هذا الملف، حصل كذا كذا كذا، وايه، وما نفضلش ان احنا نبين ان احنا في حاله حرب، لان دي بتاثر تسويقيا على السياحه. نيجي لسلوكيات المصريين بقى، سلوكيات المصريين اكيد مش كلهم، واكيد انا زي ما قلت حضرتك في المثل اللي بيقول السيئه بتخص، ممكن يكون هنقول 20 بالكتير قوي 10% عملوا هذه السلوكيات. طيب احنا بقى كمصريين ال 80% نجيب الايجابيات ونظهرها على السوشيال ميديا وغيرها، لان احنا بنتحارب، ممكن دوله او فرد مثلا حاقد من اي توجه يروح عامل ضدنا. فانا لازم اعالج ده بنفس الفكر، ان انا احط الكويس. والناس، انا قلت الشركات اللي بتطلع رحلات سياحه داخليه، المشرفين اللي على الرحلات المفروض يوجهوا الناس ان في الفندق ده كذا وكذا، والرجاء عمل كذا، الرجاء عدم نزول بهذه الملابس، الرجاء كذا، الرجاء دخول المطاعم بالشكل الفلاني، الرجاء حتى يقول له صور صور حلوه ليك انت واسرتك وطلعها على السوشيال ميديا في المكان كده عشان تدي سمعه لمصر، ده لو انت بتحب ان انت دايما تظهر مصر بشكل ايجابي. ففي الحاله دي هنقدر نواجه المشكله دي بالحل ده، لكن مش هنقعد ننتقد بقى وهم المفروض ما يقولوش، ده مش حل. الحل دي يمكن الجهود اللي على المستوى الشخصي، هتعامل مع حد كذا، هوجه له يعني يمكن التعامل مع الثقافه. نعود لما يعني قبل ما اقطع حديث حضرتك ونروح للتقرير، كنت بتحدث عن التسويق من الجانب الرسمي لخدمة هذا الملف. طيب احنا عندنا شق، قلنا وزارة السياحة، وشق القطاع الخاص. القطاع الخاص اللي هم المستثمرين في كافة القرى السياحية، والمستثمرين اصحاب شركات السياحة، وكل اصحاب يعني المحلات وكله. اهم اتنين بيقوموا بالتسويق السياحي طبعا اصحاب شركات السياحة والقرى السياحية والفنادق. انا قصدي الغرف، يعني الفنادق واتحادات الغرف، بيطلعوا المعارض الدولية بره، كل واحد بيبقى محضر، سواء بقى السيلز دايركتور او صاحب الشركه نفسها طالع بره او وبيبقى محضر معاه كافه الدعايه المطلوبه، سواء بقى بروشور، سي دي، ويب سايت، وبعدين بيقعد مع الشركات والترافل ايجنسي بره اللي بيعمل معاها التعاقدات المفروض عشان تجلب الافواج. طيب في اسواق جديده اتفتحت، الاسواق الجديده الطيران قليل ليها، فبنستخدم طيران غير الطيران الشارتر او غير الطيران مصر الطيران، لان بيبقى قليل الطيران فيها، يعني في عندنا طيران ما بيوصلش هناك دلوقتي، ودي نقطه ثانيه. فالجهود دي بتتضافر في انها تعمل التسويق ده، والسوشيال ميديا والجوجل زي ما اتفقنا، انا قصدي الفيسبوك وتويتر وكده، وان هو ازاي الشركه بتاعته او الفندق بتاعته او القريه تبقى موجوده على المواقع السياحيه العالميه بقى، سواء تريب ادفايسور، بوكينج دوت كوم او كده. بس ده
بيبقى الكلاينت للفندق دايركت، يعني مش الجروبات السياحيه. ترافل ايجنسي بيبعت جروبات سياحيه زي الجروبات اللي بتنزل على الشاتر وكده. فالشركات بتحاول كلها في المنافسه ما بينها وما بين بعضها والفنادق والقرى انها تحتل المرتبه الاولى في البحث عن طريق محركات البحث على جوجل، انها تبقى في المقدمه. ده الشق التسويقي اللي هو بيتبعوه. خلاص، هيئات تنشيط السياحه وغرفه شركات السياحه وغرفه الفنادق واتحاد الغرف بيقوموا بالذات وزاره السياحه بعمل المعارض والمؤتمرات، المعارض السياحيه خارج مصر بقى، في الورد ترافل ماركت ده في انجلترا، في الفيتور في اسبانيا، في الاي تي بي في المانيا، في الهند، في روسيا، في المعارض دي كلها هي بتوفرها وبتوفر الامكانيات، وبتقدر شركات السياحه والفنادق تطلع انها تعرض المنتج بتاعها وتسوق لمصر. وغير بقى ان هي المفروض وزاره السياحه وتنشيط السياحه عملوا موقع الكتروني جديد، وان هي دلوقتي بتعمل تعاقد مع شركه مالتي ناشونال. الشركه المالتي ناشونال دي المفروض بي ار بابليك ريليشن تقدر تسوق مصر كويس جدا، بحيث انها دي المفروض انهم يستضيفوا، هم بيقولوا كده في الفعل انهم هيستضيفوا مهرجانات ومغنيين عالميين او في اي مجال بقى كوره كذا، هيستضيفوهم في مصر لعمل كل شهر مثلا، يستضيفوا نجم عالمي، تتابعوا الكاميرات وتتابعوا الصحافه العالميه وتتابعوا كذا بس ويستضيفوه في مصر. ده نوع من الهيئات الحكوميه اللي بتعمله. وممكن يدخل بقى سبونسرز مع الهيئات الحكوميه دي، رجال اعمال مستثمرين اللي هم بيقدروا يستضيفوا الحدث ده. هنيجي لنقطة بقى التسويق برضو. الطيران دي فكرة خارج إطار الصندوق. أنا بتكلم على سياحة الترانزيت اللي هو الطيران الترانزيت اللي يجي يقعد في مصر 8 ساعات. إحنا عايزين ياريت نبقى محطة للترانزيت. دي مش موجودة أساساً، يعني مصر ما بتعتبرش ترانزيت في بعض الرحلات الطويلة للسفر، مش موجودة بالكسر. هنقول لو موجودة، بس أنا عايز نبقى أستغلها بقى، نستغلها ان احنا نبقى ما بين عمق افريقيا كله واوروبا واسيا. دول الخليج مثلا عايزه تطلع افريقيا، دول اوروبا عايزه تطلع افريقيا، نبقى احنا محطه الترانزيت للطيران. خلال الطيران ده ممكن السائح الاجنبي يستنى 8 ساعات، عندنا فنادق كتيره ممكن يستنى في المطار، ممكن يخرج يعمل يوم سياحي يشوف الهرم والمتحف ويرجع تاني في 4-5 ساعات ويرجع، وبعدين بعد كده يكمل رحلته. دي إمكانية تنفيذها قد إيه دكتور؟ دي عايزة تعاون ما بين الطيران والدول المختلفة، في إن إحنا يبقى عندنا في مطاراتنا الإمكانية للنزول وفتح كذا مطارات في كافة المحافظات، أو استعدادها لاستقبال هذا النوع من الترانزيت. وبعدين سياحة الترانزيت على أساسه يتعمل زي اوفر داي او هاف داي مثلا، ان هو يعمل السياحه دي. وطبعا بتبقى في شركات منتظره في المطار، في شركات كذا، في شركات بتستقبل الناس دي، في يعني النوع ده من السياحه لو تم هيفرق معانا في عدد السياح جدا، وفي دخل العمله الصعبه لمصر في عدد معين من الساعات اثناء الترانزيت. عظيم. اسمح لي دكتور بس هننوه ان العواجل التي معنا على الشاشه هي ما بعثت به مراسلتنا من اجتماع مجلس الوزراء، كما هو واضح معكم على الشاشه مشاهدينا، بان وزير البيئه بيعلن الموافقه على خطه تجميع ونقل وتدوير المخلفات الصلبه لمده عامين، وكمان ان وزير البترول بيعلن طرح 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز. هنعود معكم مشاهدينا للحديث ايضا مع دكتور حسام. يمكن حضرتك اسهبت في النقطه المتعلقه بالتسويق. قبل ما نترك النقطه المتعلقه بالجهود ربما او القرار والجهود الرسميه، القرار الجمهوري والجهود الرسميه، انا محتاج من البرلمان كقطاع سياحه عشان يخدمني في ان انا انتعش او احسن من وضعي. أنا عايز بالنسبة لل هنقول لو القطاع بيعتمد على المستثمرين في السياحة وبيعتمد على القطاع السياحي كافة، عايزين يعني كافة المعوقات قصاد المستثمر السياحي تزال بقوانين. بمعنى إن البرلمان له الحق في إصدار القوانين التي تساعد على الاستثمار وتنفيذ الاستثمار من أجل دوران رأس المال وإيجاد تدفقات نقدية وعائد ربح. يعني احنا القطاع الخاص دايما بيعمل مشروع عشان يدر عليه ربح.
طبعا الفترة اللي فاتت كان في معوقات، عايز اقول معوقات كتيرة، تعثر المستثمرين، تعثر اصحاب الفنادق، تعثر اصحاب الشركات، عندهم ستاف كبير كذا كذا. احنا البرلمان لو نسهل القوانين يبقى في شباك واحد في هيئة الاستثمار للمستثمر يعمل منه كل حاجة. من الوزارات بقى مش محتاج انا من وزارة هنا والوزارة دي والوزارة دي والوزارة دي والوزارة دي، عايزين قانون واحد موحد انه يبقى في هيئة الاستثمار مكان واحد يصدر قانون الاستثمار ايا كان، بان يعني تزال كافة العقبات أستاذ كاس. وبعد كده نيجي لموضوع تاني، انا مش عايز ان القانون بتاعي يبقى ان كل واحد مأمور ضرائب بيضرب ضرائب جزافية على المستثمر. يعني شركات القطاع كلها خسران وكل حاجة خسرانة بقالها فترة، وتبص تلاقي حضرتك جوابات لشركات السياحة لا ضرب جزافي، مع ان الشركات مقدمة الميزانيات ومقدمة وتعالى افحص وكذا، بس جزافيا. طب انت بتهرب المستثمر يعني انت كده لو في مستثمر هيجي بتهرب. طب الشركات تعاملت مع النقطه دي ازاي؟ لا ما هو في طبعا محاسبين قانونيين وفي اوراق وبيجي يفحص. يعني ما هو بيجي لازم يفحص، بس هو ايه، طيب احنا نعلي قوي جزافي يمكن تبقى في حاجه هو كده يعني هو تعامل لا منطقي يعني. لا منطقي. فلازم يبقى في قانون في الحته دي، ما فيش تقدير جزافي كده بالشكل والمنطق ده اللي هو يعني. طب واحنا بنفضل بقى المستثمر يفضل محاسبين قانونيين ومراجعين طب خلاص اوكي هيزهق لا وفي غيره اللي جاي بقى لما هو يشوف المستثمر اللي جاي ويسمع الكلام ده ان هو ده مقدر ضرائب جزافيه، طب ما تشوف السيتويشن بتاعت الشركات، شوف الاوراق. فهو البرلمان واكيد بقى الاتفاق مع البرلمانات الاخرى، الاكتساب تبادل الخبرات ما بين البرلمانات في الدول الاخرى في ايجاد طرق سليمه للتسويق والترويج السياحي مهم جدا. المؤتمر اللي هيجي ده مؤتمر مهم جدا. انا السياحه الافريقيه بتمثل لي ايه في قطاع السياحه في مصر؟ السياحه الافريقيه هو احنا كان في عندنا مش كتير سياحه افريقيه، بس كان في عندنا سياحه بتيجي من جنوب افريقيا، في عندنا سياحه بتيجي من دول افريقيه سياحه علاجيه بيتعالجوا في المستشفيات المصريه بس مش بنسبه كبيره. كان في معوقات، طبعا في معوقات لا تزال موجوده، التاشيرات والحصول وضمان الحاجات دي، الشركات لازم تضمن الافواج السياحيه اللي نازله، والحصول على التاشيره كان صعب نتيجه يمكن ما كانش في تبادل زي دلوقتي. في الفترات الماضيه كان في احلال اخر اللي هي السياحه الاوروبيه، ولكن دلوقتي متهيألي هيبتدي مع الاندماج جامد جدا مع افريقيا هيبقى في سياحه افريقيه. قد ايه بيخدم السياحه في مصر الجانب الافريقي لو تم النظر بجديه الى هذا الجانب؟ لا هي دي بتعتمد على عدد الافواج اللي هتبقى قادمه، يعني هتمثل نسبه كام ومتوسط انفاق الفرد اصل. يعني ممكن يبقى في كم اصلا اكيد يعني كسائح كمنظم للسياحه عايز الافواج اللي تجيلي الغنيه من الاخر، بس ده لو انا قدرت على تسويقها. يعني بمعنى ايه؟ ما انا دلوقتي مثلا السياحه في مصر احنا اغنى سائح المفروض بينزل مصر الامريكاني، خلاص. تاني اقتصاد عالمي الصين، السائح الامريكي متوسط انفاقه اعلى بكتير جدا من متوسط انفاق الصين، والصيني بينزل الامريكي ما بينزلش، خلاص. متوسط انفاق السائح الهندي ضعيف جدا، متوسط السائح الاوروبي الغربي او الياباني عالي قوي، او الالماني عالي، او الانجليزي عالي. فبتفرق على حسب الكم وعلى حسب التوجه وعلى حسب النسبة اللي مقتنعة بسياحة مصر نتيجة التسويق اللي احنا بنعمله. وعايز اقول ايه، ازاي يعني نخلي مثلا احنا مركز للتجارة، مركز للمؤتمرات، مركز للسياحة الثقافية، مركز للسياحة الشاطئية، ده كله عن طريق التسويق. يعني لان يعني يمكن البعض بيعود بمشكلة بالمشاكل اللي متأثرة بها قطاع السياحة للأوضاع في المنطقة، لكن في دول مثلا زي تونس او زي تركيا قادرة ان هي تجذب السائح في ظل ايضا الظروف والتواجد في المنطقة.
لا، هي تونس من بعد الحادثة اللي حصلت عندها في عندها مشكلة. يعني الحادثة اللي هو كان حصل قتل هناك وإرهابيين ودخلوا الشواطئ، دي كانت مشكلة. تركيا برضو لا، مش كانت، هي أخذت لفترة طويلة السياح بتوعنا. يعني المنطقة فعلا متأثرة. بس إحنا، ما أنا بقول لحضرتك السياسة بتلعب دور. يعني إحنا مثلا لو جيتي لقيتي إن في معانا مثلا دول أوروبية معينة فبتنزل السياح، في دول زي دول الخليج بتنزل السياح بتوعها مصر، لكن في توجهات من دول أخرى ما بتنزلش السياح مصر إلا للضرورة القصوى. فتركيا لا، بعد الأزمة الأخيرة دلوقتي أوروبا برضو يعني مش موافقة على تصرفات تركيا، فبيحصل انكماش شوية. انكماش، وده هو بقى بتحاول تركيا، او انا مش عايز اتكلم طبعا عن تركيا، احنا هنا بنحاول دلوقتي ندير الازمه. لو انت سمعتي حضرتك مثلا عن ازمه ايطاليا، خلاص بتتحل، فهو التوجه السياحي هيجوا طبعا، وهيجوا والايطاليين بيجوا كسياحه ثقافيه وبيجوا كسياحه شاطئيه، الغردقه بقى ارض وشرم الشيخ ومرسى علم وكده، ده بيجوا للسياحه دي. احنا لو قدرنا الازمه، في مثلا الازمه دلوقتي في طريقها الى الحل ما بين روسيا ومصر، معرفش بقى حاجه اعلى من الواحد انه يقدر يعرف ايه المشكله اساسا اللي موجوده، ولكن هو بيقولوا المطارات وال طيب دكتور حسام، يعني يمكن حضرتك اشرت الى الازمه، ازمه الطائره وما تلاها من منع الرحلات من الجانب الروسي وايضا انجلترا، ده كشف لي قصور عندي في اجتذاب نوعيه السائح، ان انا اتاثر بدرجه كبيره كده لما دولتين بس يمنعوا رحلاتهم؟ لا، هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش مساله دولتين، هو في نقطه مهمه، ان السياحه الروسيه لم تتوقف منذ 25 يناير وكان بينزل 3 مليون سائح. والهدف من انفجار الطائره، لان هو الطائره انفجرت مثلا او عمل ارهابي زي ما سياده الرئيس ادلب كده، انفجار الطائره ده كان ضرب للسوق الروسي اللي لم يتوقف منذ 25 يناير. مقصود طبعا. طيب، الموضوع بقى في حاجات امنيه، في حاجات كذا، مطلوب ان احنا نصل للمقاييس العالميه، مطلوب حاجات ممكن احنا ما نكونش نعرفها، لكن القيادات والخارجيه تعرف الامور دي. فلازم احنا نحلها عشان السياحه تبتدي تيجي تاني. السياحه الانجليزيه كانت بتنزل خلاص، والسياحه الالمانيه، بس كان في فترات بيعملوا حظر وفي فترات لا ما بيعملوش حظر. ولكن المانيا لم تق يعني ما وقفتش السياحه، هي انجلترا بس احنا تاثرنا بالروسي. مهما قدرنا نفتح اسواق اخرى، فالاسواق الاخرى برضو بتتطلب وجود طيران شارتر. يعني انا لو جيت للاسواق زي الهند والصين واسيا البعيده وامريكا اللاتينيه استراليا كندا، الحتت البعيده دي كلها، ماليزيا كده، الاسواق دي كلها انا عايز ليها طيران شارتر، عشان طيران الشارتر مش مكلف زي الطيران العادي. واذا كنت بعمل كلاسيفيكيشن وتصنيف لعدد السياح اللي بيجوا، فالاليت هيكون بيمثل نسبه كام من المجتمعات العالميه كلها. الاليت يعني في ناس مثلا بتطلع، وكنا اشرنا الى هذا الموضوع في احد القنوات، ان في سياحه الفضاء دلوقتي في امريكا بس بتكلف 35 مليون دولار للواحد، بيطلعوا المليارديرات، ودولت بقى عالم تاني خالص يعني، وهيبنوا فندق في فانت ما تقدريش تركزي على الاليت بس، احنا عايزين السياحه توصل كل، يعني اوجه خدماتي لكل الطبقات. في عندنا الكلاسيفيكيشن من اي مثلا لغايه اي خلاص، طيب ليه ما انا فكل ما زاد الكم كل ما بتقل الاسعار. الكم بيقلل الاسعار، بس الكم ده بيبقى ليه بعد اجتماعي، مكسب قليل بيشغل عماله كبيره جدا داخل مصر في القطاع السياحي. يعني انا لو نزل لي 3 مليون روسي او نزل لي مليون ونص الماني، المليون ونص الماني طبعا العماله اللي بتخدمهم اقل من العماله اللي بتخدم الروسي، بس المليون ونص اللي بيخدموا او العماله المصريه اللي بتشتغل معاهم وكافه القطاعات اللي بتتعلق بالسياحه بيكسبوا اكتر من اللي بيكسبوه في السائح الروسي. السائح الامريكاني بيكسبوا اكتر، السائح الهندي ممكن اقول لحضرتك بنكسب في المصريين اكتر من السائح الهندي. يعني شوفي في متوسط الانفاق، فكل حاجه بتبقى ليها، فالكم بيلغي الكيف.
فلازم انا اعمل التسويق على الحادثه اللي حصلت دي ان شاء الله في طريقها للحل. بعض الدول الثانيه اوروبا الغربيه بتنزل ما اوقفتش سياحه. عندي بولندا واوكرانيا زي ما حضرتك ذكرت. لا اوروبا الشرقيه لا والمانيا بتنزل الغربية. والمانيا وبتنزل الاقصر واسوان كان في شارتر بينزل من بعض الشركات. والمؤتمر اللي جاي ده لازم نستغله بقى كويس جدا. في التسويق برضو، والمؤتمر ده هيجذب لنا سياحة أفريقية اللي حضرتك بتتكلمي عنها. مقتنعين بمصر أمنين، خطوط طيران كتير قوي هتيجي من أفريقيا لمصر، ليه ما نستغلش خطوط الطيران دي؟ عايزين من أول ما يدخل الوفد الأجنبي الأفريقي المطار أحسن تصوير وأحسن صور من كافة القنوات لمصر، وقنواتهم تنقل ده والقنوات الأجنبية تنقل ده، ولغاية دخول الفندق الخدمة اللي هيقدمها له مندوب الشركة اللي هيقابله، الخدمة اللي هتتقدم له في الفنادق، كل ده يبقى تصوير حدث. يعني عايزين في التسويق نعمل من الحبة قبة عشان يعني أخدم القطاع طبعا. طيب دكتور حسام، أنا عندي وقت أقدر أقول في شهر كذا في سنة كذا هيعود قطاع السياحة لانتعاشته اللي أنا متوقعها أو اللي أنا أتمناها؟ اللي احنا بنتمناها بص يا حضرتك، لو توفرت العناصر اللي هقول حاجة عليها. اولا حاجة توافق المصالح السياحية مع توافق المصالح السياسية مع الدول اللي هي كانت بتنزل لنا السياحة، عنصر الامان في كافة المطارات على الوصول للمقاييس العالمية به، التسويق اللي احنا اتفقنا عليه تمام. خلاص كل الناس بتقوم بدورها، سلوكيات الأفراد في التعامل مع السائح، الاهتمام الكامل بخدمة السائح. هقدر أوصل إمتى للانتعاشة؟ لأن أنا وقتي خلص للأسف. خلاص يبقى ممكن نوصل خلال سنة. بس في من أول عشرة في سياح نازلين إن شاء الله، وسياح من كافة أنحاء العالم بنسب قليلة، مش نسب كبيرة، ممكن تزيد لو العناصر دي كلها تكتفت والمصالح السياسية توافقت. هتبص تلاقي حضرتك خلال سنة، وممكن مش بعيد في الموسم الشتوي الجاي هتبص تلاقي الأعداد نزلت كتير جدا. وده يعني يمكن حضرتك ذكرت أو أجملت في نهاية حديثك أهم النقاط اللي يجب أن تتوافر عناصر ومعايير هتوصلني لبداية الانتقال الانتعاشة وأخذ خطوات يعني أولية فيها. أنا بشكر حضرتك معانا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، شكرا لوجود حضرتك معانا يا فندم. شكرا يا فندم، وشكرا للبرنامج جدا جدا جدا. شكرا حضرتك شرفتنا، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا. نهاية أحداث النهار، غدا يوم جديد وأحداث أخرى، إلى اللقاء.